السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اسأل الدكتور. يشرفني اليوم أن أكون بصحبة زميلتي الدكتورة نيرة صلاح، استشاري التغذية العلاجية بجامعة الإسكندرية. ازيك يا دكتور؟ طبعا احنا النهاردة عندنا حلقة شيقة وجميلة بتتكلم عن زيت الزيتون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر زيت الزيتون وذكر الزيتون في الكثير من المواضع والآيات القرآنية، فأقسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ثم ذكر كثيرا زيت الزيتون. عايزين نعرف النهاردة ايه فوائد زيت الزيتون، وهنتكلم عنه في الطب النبوي وفي العلاج للبشرة والشعر وأمراض السرطان. سمعنا دكتورة ان زيت الزيتون بيضيء الجسد وان هو فيه ترددات كهرومغناطيسية، عايزين نتكلم يعني ايه زيت الزيتون بيضيء الجسد؟ الاول محمد احنا عايزين نتكلم عن زيت الزيتون وفوائده. في آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: يكاد زيتها يضيء لولا لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله به من يشاء، صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عندنا فوائد كثيرة جدا لزيت الزيتون، منها ان عندنا بيوجد زيت الزيتون ترددات بنسميها ترددات كهرومغناطيسيه. الترددات الكهرومغناطيسيه لما يكون العلماء عندنا يكتشفوا ايه الفوائد الموجوده في زيت الزيتون، لقوا ان هي بتعمل نوع من انواع الترددات الضوئيه. يعني ايه ترددات ضوئيه محمد؟ معنى كلمه ترددات ضوئيه ان هي بتضيء الجسم. يعني ايه بتضيء الجسم؟ بتلطف الجسم من جوه. غير كده كمان ان هي بتكسح عندنا جدار الشرايين. يعني ايه بتكسح جدار الشرايين؟ يعني بتشيل عندنا الترسبات اللي بتبقى موجوده داخل جدار الشرايين. بمعنى اصح ان هي بتعمل نوع من انواع التقويه لجدار الشرايين. يعني تنفع لاستخدام عند مرضى التصلب الشرايين مثلا؟ طبعا. انا عايزه اقول لك كمان ان هو البلدوزر الشرايين اللي احنا اتكلمنا عنه في الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما بياخد عندنا 2 معلقه زيت زيتون زائد نقطتين خل ابيض. لما كان بياخدهم طبعا مجرد انه بياخدهم بيخش بيكسح جدار الشرايين تماما. يعني ايه بيضيقها ازاي؟ بيعمل نوع من انواع التقويه لجدار الشرايين، بيقلل من الكوليسترول السيء، غير كمان ان هو بيعمل نوع من انواع من بيقلل تليف كرات الدم الحمراء. تعرف ان هم لقوا ان في حالات كثيره جدا من تكسير كرات الدم الحمراء بدون اي سبب. قال لك ان لازم ساعتها بنستخدم زيت الزيتون. ليه بنستخدم زيت الزيتون؟ زيت الزيتون بيشيل الاكسجين الموجود داخل كرات الدم الحمراء. بيعمل ايه بقى كمان؟ هو بيعمل نوع من انواع بيقلل التليف الموجود بسبب كرات الدم الحمراء الحامله للاكسجين. يعني كل ما بيزيد عندنا كرات الدم الحمراء طبيعي بيبقى جسمنا طبعا صحي، وشنا بيبقى ما شاء الله احمر منور، ما بيبقاش فيه اي نوع من انواع الصفار لا في الوش ولا عندنا في الشفاف. يعني تقريبا بيساعد كانه مضاد للاجسام. يعني اعتقد ان الفكره كده ده مضادات الاكسده. طبعا زيت الزيتون اصلا بيكون انتي اوكسيدنت مضاد للاكسده. تمام. غير كمان ان هو بيحتوي على فيتامين د وفيتامين ه، وعايزه اقول لك بقى كمان احتوائه على فيتامين ه ده مهم جدا. ليه؟ لان ده بيكون مضاد للشيخوخه. الناس اللي بيكونوا معرضين للشيخوخه او التجاعيد بشكل مبكر جدا لازم ياخدوا زيت الزيتون، وبيحرصوا جدا على استخدامه. ليه؟ لان هو بيكون مضاد للشيخوخه والتجاعيد. كمان زيت الزيتون فيه نوع من انواع الدهون، الدهون دي بسميها الدهون المفيده او الدهون النافعه، ودي بتفيدنا جدا زي الاوميجا 3 كده. يعني هل هو زي الاوميجا 3 ولا ده مش اوميجا 3 بس؟ اوميجا 3 وفيتامين بي كمان المركب ده. انا عايزه اقول لك بقى ان كمان زيت الزيتون بيبقى فيه محتوى على ماده اسمها الابيبروفين. ماده الابيبروفين دي ماده انتي انفلاماتري، ماده بتكون مضاده للالتهابات. فعشان كده دايما بيستخدموه الناس اللي بيكون عنده انفلاماشن والناس اللي عندهم بكتيك السر قرح في الدم. عندنا بقى سؤال مهم جدا، هو احنا دلوقتي زيت الزيتون ينفع يستخدم دهان للاماكن اللي فيها لدغات الحشرات للالتهابات اي انفلاماشن خارجي ولا داخلي بس قرحه المعده بس؟ احنا قلنا من شويه ان زيت الزيتون فيها ماده الابيبروفين، ماده الابيبروفين دي انتي انفلاماتوري مضاد للالتهاب. عشان كده الناس اللي بيبقى عندهم انفلاماشن نتيجه اللدغات زي ما انت قلت، او اللي هم عندهم بيرتيك السر، ده بيعالج عندنا البيرتيك السر خصوصا. ليه؟ لان عندنا كوبايه ميه دافيه بنص عندنا معلقه من زيت الزيتون مع نص ليمونه على الريق بيخفي تماما البيرتيك السر بس بعد استخدامه بثلاث شهور. لا تاني معلش، الوصفه دي يا جماعه مهمه جدا، هتنزل دلوقتي على الشاشه، نقول
كمان مره. احنا الاول بنقول ان احتواء زيت الزيتون على الماده الابي بروفين كعاكر في الماده. عشان كده بنعمل لحظه بس عشان نترجم بس ده. الماده دي مضاده للالتهابات ومضاده للتورم ومضاده للقرح اللي موجوده في الجسم او المعده. ان هي بتعالج عندنا الناس اللي عندهم بابتك ارسل. تمام جميل. احنا نعمل ايه؟ احنا بناخد على الريد الصبح ميه دافيه زائد نص عندنا معلقه من زيت الزيتون بس تكون كبيره زائد نص ليمونه. تمام كوبايه ميه دافيه لمده 3 شهور. خد بالك من العلاج كويس جدا. بعد 3 شهور بيختفي خالص البابتك ارسل. تمام كوبايه ميه دافيه نص معلقه زيت زيتون وبعدين وعليهم كمان نص ليمونه لمده 3 شهور على الريق على غير الريق. ده تريتمنت عندنا علاج كامل للناس اللي عندهم بابتك ارسل اللي هو قرحه المعده. قرحه المعده أيوة. تمام طب وفي الدهان برضو في وصفه بقى للدهان. يعني هل احنا عايزين نعرف بقى نقول للمشاهدين ايه الوصفه اللي ممكن تستخدم دهان عن طريق زيت الزيتون لعلاج مثلا البشره؟ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال كل الزيت وادهنوا به انه من شجرات المباركه. احنا بناكل الزيت وبندهن بيه عندنا شعرنا. بندهن بيه شعرنا ليه؟ اول حاجه هو بيغمق الشعر. ده بالنسبه لزواج الشعر اللي بيكون غامق. اما بالنسبه للناس عندنا اللي بيكون شعرهم فاتح فاحنا بنستخدم لهم زيت اسمه زيت الذهب. ده مهم جدا لشعرهم. تمام. كمان هو بيأخر الشيب. الناس دايما اللي بيكون شعرهم بيكون ابيض. طب دلوقتي انا لو شعري بيض خلاص يعني مش لسه هيبيض خلاص كده راح ده. تمام. ما عادش ينفع. انا عايزه اقول لك حاجه. لو انا هعمل برزنتيشن ان عندي الباشن او الحاله اللي عندي هو شعره اسود بس انا عايزه اعمل وقايه. تمام. انا بستخدمها مره واحده بس في اليوم. تمام يعني اللي عنده عايز يحافظ على ان هو يقلل او يمنع ظهور الشيب بتاع الشعر يستخدم زيت الزيتون مره في اليوم. طيب. اللي شعره بيض خلاص لا يعني 3 مرات يوميا ده لمده 6 شهور وهيرجع اسود تاني؟ لا هيتمقع. فكرت هيرجع اسود. طيب خلاص يا جماعه انا ان شاء الله احنا مع بعض وخلال الست شهور الجايين انا هفضل استخدم زيت الزيتون 3 مرات في اليوم. ينفع استخدمه 5 في اليوم؟ لا. يعني انا عشان خاطر يسود بسرعه. طيب طب هو بالمناسبه بس سؤال تاني كده صغير يعني في مضاعفات للافراط في استخدام زيت الزيتون بمناسبه بقى 3 مرات و5 مرات؟ يعني لو انا استخدمت زيت الزيتون 3-4 مرات في اليوم مثلا شرب او في الاكل او في الطهي او على الشعر او على البشره هل افراط استخدامه بيعمل مشكله؟ بفضل الله احنا لو قمنا من الصبح لحد بالليل كل حاجه بنعملها استخدمنا فيها زيت الزيتون. عايز اقول لك ان زيت الزيتون ما فيهوش افراط. ده الوحيد اللي ما فيهوش اي افراط ممكن نستغنى بيها حاجات كتيره جدا. يعني مثلا عندنا الناس اللي هم بيعملوا دايت. تمام. لو هم اخدوا عندنا مع الفول زيت الزيتون او مع الجبنه الاي زيت الزيتون ده بيبقى مهم جدا. الناس كمان اللي عندهم نوع من انواع عسر الهضم وسوء الهضم ده اللي هم استخدموا زيت الزيتون بشكل يومي وخصوصا بعد الغداء مباشره. تمام. يعني ايه بعد الغداء مباشره؟ يعني هاخد كوبايه ميه دافيه مع معلقه كبيره من زيت الزيتون مع نص ليمونه مع ربع معلقه من القرفه. كل ده هو بيعالج سوء الهضم. الناس اللي دايما بيبقى عندهم نقول كمان لحظه استنيني كوبايه ميه دافيه معلقه كبيره من زيت الزيتون. تمام. نص ليمونه معلقه قرفه ربع معلقه قرفه بعد الوجبه الغدا الوجبه الرئيسيه للغدا بيساعد الناس اللي عندهم سوء هضم او عندهم تخمه. انت عارف الناس دايما اللي بياكلوا اكلات دسمه تيجي بعد الاكل يقول لك انا عندي تخمه انا مش قادره اتحرك. احنا في رمضان. تمام. حتى مثلا لو ابنك جاء قبل الاكل بتلعب معاه وبتبقى مبسوط. لو جيت انت اكلت الاكلات الدسمه دي بتزعق له بتبقى متنرفز عليه. بمجرد ما انت بتنام وبترجع تاني تقوم تحس ان انت بقيت طبيعي. ايه اللي حصل؟ الاكلات الدسمه عندنا او المأكولات اللي بيبقى فيها سمنه وزيوت كتيره جدا بتاثر على الكوليسترول الموجود في جسمنا وبتعمل شرايين فبتعمل نوع من انواع التخمه. اعالج الموضوع ده ازاي؟ ان انا بعد الغداء مباشره او بعد الاكلات الدسمه باخد كوبايه ميه دافيه وباخد عندنا معلقه زيت زيتون ونص ليمونه وربع معلقه قرفه. بتضيع تماما الحموضه والناس اللي عندهم سوء هضم او عسر. طيب عندي سؤال عشان نرجع تاني للشعر عشان خاطر احنا لسه يعني هو تسخين الزيت يعني اصل في بعض الناس كانت طلعت بعض النشرات او بعض الابحاث او بعض يمكن الافتاءات على الفيس انا ما اعرفش كان طالع بيقول ان تسخين زيت الزيتون بيؤدي الى فقده لفائدته او فوائده وانه ما ينفعش يستخدم في الاليه ما ينفعش يستخدم في الطهي وانه كمان ممكن يكون مضر او بيسبب سرطان في حال التسخين. هل ده صح ولا هو سبحان الله لما نيجي نستخدم زيت الزيتون لازم نستخدمه في الاكل اللي بيكون بارد ما بيتسخنش. ليه بقى ما بيتسخنش؟
تمام. لان درجه التبخير عندنا بتبقى قليله، درجه التبخير كل زيت بتبقى درجه حراره معينه. ودايما زيت الزيتون درجه التبخير بتاعته بتبقى قليله جدا، يعني بيوصل لمعدل تبخير بعد الدرجه دي بتبوظ المكونات بتاعته. بتعمل نوع من انواع الزرنخه. طبيعي كده الزيت بيبوظ زي التحلل كده. ايوه. انا عايزه اقول لك بقى حاجه، ان اي زيت مع درجه التحلل دي ما بيبوظ ما عدا زيت الزيتون، درجه التبخر بتاعته بتبقى قليله جدا، فمجرد ان هو بيوصل درجه التبخر القليله دي بيبدا يزنخ ويبوظ المكونات بتاعته. يعني يا جماعه من الاخر بلاش نسخن زيت الزيتون، ممكن نستخدمه بعد الطهي، يضاف بقى على الاكل بعد اتمام الطهي. يعني انا عارف احنا ما بنسخنوش، هو احنا بنستخدمه دايما كده بس مش اكتر. تمام. نرجع لوصفات علاج الشعر، قلنا احنا للشيب خلاص وللتأخير حالة الشيب اصلا. البشرة مشكلة، البصور بتاعت البشرة. عايز اتكلم معاك النهارده في زيت الزيتون، هو مناسب لكل او جميع انواع البشرات، البشرة عندنا الدهنية والبشرة الجافة والبشرة العادية، بس في حاجة بقى، انا بستخدم زيت الزيتون للبشره الجافه والبشره العاديه، ان انا بجيب عندنا زي رشاش بحط ميه، تمام، بحط عليها زيت الزيتون، بيدي لمعان وبريق الشعر بشكل حلو قوي. جميل. لكن بالنسبه عندنا للبشره او الشعر الدهني، لازم اضيفه على البلسم. بالنسبه للشعر الدهني لازم اضيفه على بلسم. ليه بضيفه على بلسم؟ لان الشعر الدهني بيكون فيه اصلا زيوت، فمجرد ان انا برشه بيعمل بيقفل الفروه نفسها بتاعه الشعر، بيقفل المسام، بيقفل المسام نفسها، فبيقفل المسام طبعا بيسبب قشور بقى وبيسبب مشاكل ثانيه. تمام. فعشان كده بالنسبه للشعر الدهني لازم باخد عندنا زيت الزيتون وبضيفه على البلسم. بالنسبه بقى للشعر العادي، بالنسبه للشعر الجاف، فانا بستخدم زيت الزيتون زي ما احنا قلنا في رشاش، بنحطه على ميه وبنرش عادي على الشعر. تمام. يبقى بالنسبه لاصحاب الشعر الجاف او الشعر الرطب، انا ممكن استخدم زيت الزيتون دهان او رش. اما لاصحاب الشعر الدهني فانا بضيف زيت الزيتون على البلسم في فتره او في معاد الاستحمام. جميل كده. طيب البشره، البصور بتاعه البشره، في ناس وخصوصا في سن الشباب والمراهقه بيشتكوا باستمرار من وجود بعض البصور او البقع على البشره، هل زيت الزيتون ممكن يعالجها؟ انا عايزه اتكلم ان زيت الزيتون من الحاجات المهمه قوي ليه والحلوه، ان هو بيعالج عندنا الرؤوس السوداء والحبوب اللي بتظهر في الوش. ازاي؟ لو احنا خدنا معلقه من زيت الزيتون مع معلقه صغيره من الملح او معلقه صغيره من السكر ودهناها على البشره لمده ربع ساعه، بعد كده شطفنا البشره، تقريبا نسبه الحبوب عندنا بتقل. بالاستخدام بقى المتكرر طبعا، مش من اول مره، يعني احنا لو قللنا مثلا اول مره 80% بعد كده 70% وهكذا لمده تقريبا من شهر ونص لشهرين، بيعالج الحبوب عندنا وبيعالج كمان الرؤوس السوداء اللي بتظهر في البشره. يعني للشباب وللبنات اللي بيشتكوا من ظهور بصور او حبوب على البشره، ممكن نستخدم زيت الزيتون مع معلقه سكر او معلقه ملح او معلقه ملح وبيدوب فيه. كمان عايزه اقول لك ازاله الخلايا الميته، الخلايا الميته بتبقى موجوده، جلد الميت، جلد الميت بتبقى موجود في البشره. تمام. لو احنا برضو جبنا معلقه، بس معلقه كبيره من الملح مع معلقه من زيت الزيتون او عندنا معلقه من السكر وضفناهم وحطيناهم على الجسم، ضحكنا بيهم الجسم كله لمده ربع ساعه، بيشيل جميع كل الخلايا الميته او كل الجلد الميت اللي بيبقى موجود في البشره. في عندنا سؤال مهم قوي ده دايما بنساله، الاطفال صغيرين اللي بيستخدموا البامبرز او الحفاضات واصحاب الالتصاقات بيشتكوا ان في الصيف او في حاله المشي فترات طويله بيجي لهم التهابات، يا اما الاطفال يا اما الناس المليانين قوي. طيب هل زيت الزيتون ممكن يعالج الكلام ده بدل الهيموكلار والحاجات اللي احنا قلنا بقى من شويه ان هو زيت الزيتون كانتي انفلاماتوري مضاد للالتهاب؟ طبيعي بيعمل ايه؟ الناس الاطفال اللي بيكون عندهم نوع من انواع التسلخات او الالتهابات اللي بتبقى موجوده بنستخدم لهم زيت الزيتون خصوصا قبل الحفاضه. كمان زيت الزيتون ليه تاثير ساحر جدا مع الطفل في حاجات معينه، ان هو بيعالج الكساح لانه بيحتوي على فيتامين د. تمام. كمان عندنا في دهون مفيده جدا، تخيل ان الدهون اللي موجوده عندنا في زيت الزيتون مشابهه للدهون الموجوده في لبن الام. عشان كده يقول لك الطفل لما يكمل مثلا سنه او سنه ونص بتحط له الاكل، لما تحط له معلقه زيت الزيتون مش هيجيله عصر غضب. ليه؟ لان الدهون الموجوده عندنا في زيت الزيتون بتكون مشابهه تماما للدهون الموجوده في لبن الام. كمان ان هو مضاد زي ما احنا قلنا للشيخوخه، ليه مضاد للشيخوخه؟ عشان احتوائه على فيتامين. في وصفه
يعني بيقال انها وصفه هنديه بس مش عارف، انا كنت عايز اسالك عليها. كركم وزيت زيتون ولبن. الوصفه دي معرفش شفتها كتير في المسلسلات بيستخدموها، وكل ما يتلاقوا حد غضوب او ضغطه عالي او اي حاجه يدوا له الوصفه دي. هل في علاقه يعني، هل اللبن لما يضاف اليه كركم وزيت زيتون ولا ده شغل هندي؟ لا احنا هنتكلم بقى على المناعه. تمام. زيت الزيتون مهم جدا للمناعه، بس ازاي بقى بنستخدمه؟ لما ناخد الكركم زي ما احنا اتفقنا مع اللبن مع زيت الزيتون الثلاثه مع بعض، ده بيكون مفيد جدا للمناعه لانه بيكون انتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده. غير كده كمان زي ما اتفقنا ان هو انتي انفلاماتوري، يعني ايه انتي انفلاماتوري؟ هو مضاد للالتهاب. مضاد للالتهاب ان هو بيشيل التهابات الموجوده كلها في الجسم، وكمان ان هو بيشيل التجاعيد الموجوده. غير كده كمان ان هو بيفيد المناعه، ان هو بيعلي جهاز المناعه، بيقوي جهاز المناعه عندنا عن طريق ان هو بيقوي او بيزود كرات الدم البيضاء اللي بتبقى موجوده. يعني احنا دلوقتي طلعت الوصفه الهندي دي ليها دور. انا كنت فاكر انه شغل هندي بصراحه، لان كان دايما اتفرج يعني وقت للتاني كده طبعا، وبحكم ان السيدات في مصر بيعشقوا المسلسلات الهندي، فكتير قوي بتلاقي واحد متعصب او ضغطه عالي او مضطرب بيعملوا له اللبن والكركم وزيت الزيتون، فطلع ليها فايده. بس هي طبعا مالهاش دعوه بالحدوته بتاع الضغط دي. طب ما تيجي نقول بقى ازاي بيظبط الضغط. ايوه تمام. ازاي بقى بيظبط الضغط؟ احنا لو اخدنا على الصبح كوبايه ميه دافيه مع معلقه من زيت الزيتون مع نص ليمونه، هناخد على الصبح كوبايه ميه دافيه مع نص عندنا ليمونه مع معلقه من زيت الزيتون كل يوم ان شاء الله صباحا بناخدها، بيظبط الضغط وبيظبط السكر. مش بس كده، زي ما قلنا من شويه بيكسح عندنا جدار الشرايين، هو بيعالج كل التصرفات ترسبات وكل الدهون اللي بتبقى موجوده عندنا في جدار الشرايين. بيعمل كمان حاجه، بيأكر زي ما احنا اتفقنا الاثيروسكلروسيس اللي هو تصلب الشرايين، الجلطات الجلطات اللي بتبقى موجوده في الجسم. تمام. احنا عايزين نقول ويمكن يكون ده اخر ملحوظه او اخر فكره عايزين نتكلم عنها، علاج او تقليل مضاعفات الاورام السرطانيه. هل زيت الزيتون له دخل في الموضوع ده؟ لان انا ملاحظ ان في حرب موجهه على العلاج النبوي او الطب النبوي، والحرب دي يمكن الغرض منها او اللي بيقودها الكثير من شركات الادويه العالميه اللي بتحاول تسوق للادويه والكيميكالز، فبتحاول انها توقف التحرك او العلاج باستخدام الطب النبوي. فهل زيت الزيتون له تاثير؟ هو سبحان الله، طبعا احنا بناخد حاجه كيميكال بتعمل سايد افكت، اي ماده كيميائيه بتعمل سايد افكت اثار جانبيه. تمام. الميزه بقى في زيت الزيتون ان طبعا دي بتكون حاجه ناتشرال. تمام. ايه فائدتها؟ بناخد معلقه من زيت الزيتون بتعمل طاقه ايجابيه. يعني ايه طاقه ايجابيه؟ بتعمل تثبيت عندنا، بتوقف نشاط الجينات السرطانيه ان هي بتعالج خلايا السرطانيه، وخصوصا الناس اللي عندهم كانسر سرطان في المعده في الاستومك، ولا عندهم كمان سرطان في القولون، بتوقف تماما وبتعالج كمان الناس اللي عندهم كانسر. طبعا الموضوع كبير والموضوع مهم وفي افكار كتير جدا وعايز حلقات تانية كتيره. احنا عايزين حضرتك تختمي الموضوع بنصايح، وطبعا في وصفات هتنزل على الشاشه دلوقتي. يا ريت حضرتك تقول لنا ملاحظات كده عن زيت الزيتون سريعه. طيب للاطفال. للاطفال هو قبل ما نقول للاطفال عايزين نقول للمرضى الكبار في السن اللي عندهم خشونه في القولون، دي ما قلناهاش على فكره. تمام. الناس اللي عندهم خشونه في القولون احنا بناخد معاهم زيت الزيتون وبناخد الملح بندعك جسمهم كله، بعد كده بنجيب معلقه من العسل بنجيبها عند الكعب بندهنها كويس قوي، وبعد كده بنجيب زيت الزيتون بندهنه ونلبس البيشن او المريضة عندنا شراب وبتفضل طبعا نايمه بيه طول من الليل لحد الصبح. اي نوع من انواع الخشونه عندنا او فراكشنز الموجوده عندها في القولون بتعالجها خالص. جلد الميت. تمام. تمام. في النهاية أنا أحب أشكرك جدا يا نيرة، وأتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا النهاردة، وتكون الحلقة بتاعتنا أسعدتكم، وإن شاء الله بنوعدكم بحلقات جديدة من برنامج اسأل الدكتور. في نهاية حلقتنا النهاردة أتمنى نكون عند حسن ظنكم وعلى وعد بلقاء جديد وموضوعات جديدة، وانتظرونا في حدث جديد ان شاء الله بورسعيد، برنامج اسال الدكتور تقديم الدكتوره نيره صلاح والدكتور محمد عمده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.